بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه بنعيش هذه الأوقات المباركة مع مدح سيدنا رسول الله، ومعانا ابننا الطالب الأزهري الشيخ محمد النادي. أهلا وسهلا بيك. أهلا يا مولانا. الشيخ محمد ومنورنا. الله خليك مولانا. مدح سيدنا النبي بيرقق القلب، بيفرج الكرب، بيجعل الإنسان في عالم تاني من عالم الأنوار والأسرار والبركات. تغنى في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقصر الطرق التي تجعل القلب مليئا بحب رسول الله. تعالوا نصلي على سيدنا النبي ونعطر الزمان والمكان والأوان بمدح سيد ولد عدنان بذكر المصطفى تحيا القلوب. تفضل يا شيخ محمد. سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة ويا نعمة مسداة، سيدي يا سيدي يا طبيبي يا سيدنا النبي، بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب. أهديه مني سلامي، أهديه مني سلامي رسول الله، أنت فينا أنت فينا أنت فينا، لا نعذب يا حبيبي، وأنت فينا في حراء كنت تعبد ربك الهادي وتسجد، في خشوع وتعبد ودعاء وحنينا، فأتى جبريل عندك وأضاء الكون حولك، ثم قال اقرأ وضمك، ثم قال اقرأ وضمك ذلك الروح الأمينة. أنت فينا أنت فينا أنت فينا، لا نعذب يا حبيبي، وأنت فينا يا نبيا قد تقدم قبل آدم والمكلم، كل من يرجوك يسلم، كل من يهواك يسلم من شرور الماكرين. أنت فينا أنت فينا أنت فينا، لا نعذب يا حبيبي، وأنت فينا نوره يجلو فؤادي، جئت
جئت أسعى من بلادي نوره يجلو فؤادي جئت أسعى من بلادي حقق الله مرادي حقق الله مرادي زرت خير الشافعين روضة المختار طه هام قلبي في هواها روضة المختار طه هام قلبي في هواها يا عزولي لو تراها يا حبيبي لو تراها همت مثل الهائمين أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام سيدنا النبي رد السلام يعرف الخلق تماما يعرف الخلق تماما أبشروا زوار نبينا يا رسول الله إني جئت أرجو الصفح عني يا حبيب الله إني جئت أرجو الصفح عني مدحك المحبوب فني مدحك المحبوب فني في بلاد العالمين أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إنشاد وإرشاد من القرآن هذا دليل من القرآن لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا.